أعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية موافقتها على فكرة الحوار التي بادر إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لكنها قدمت بعض الشروط، أبرزها تنحية حكومة بدوي وتبديلها بحكومة كفاءات وطنية وإطلاق سراح كل السجناء المعتقلين. وكانت المعارضة قد أعلنت موقفها بعد يوم من المشاورات، واشترطت إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعدم عرقلة الصحافة في أداء مهماتها الإعلامية، فضلا عن استقالة الحكومة الحالية برئاسة بدوي. عن هذا الموضوع نتحدث من باريس معنا السيد توفيق قويدر شيشي. أهلا بك سيد شيشي. أولا يعني المعارضة، هل هي منسجمة أطياف المعارضة فيما بينها بالنسبة لهذه الشروط ولإعلان هذه الموافقة، خاصة أن الحوار الذي جرى أمس لم يشمل كل قوى المعارضة؟ فعلا لأول مرة نرى إنزال، يعني إنزال يعني إنزال كبير من طرف المعارضة. يعني تصوري سيدتي 700 شخصية، وكل الشخصيات التي ساهمت في البارحة في لجنة الحوار الوطني في عين البنيان في ضواحي العاصمة، يعني شخصيات معروفة من بينها عبد العزيز رحابي وهو وزير ورئيس حكومة سابق، السيد بن فليس ممثل لأكبر حزب في الجزائر حزب طلاء الحريات، حزب جاب الله، يمينيين، يساريين، حقوقيين، علمانيين. يعني هذا الإنزال من المعارضة هو يعني الفرصة الأخيرة تقريبا، الفرصة الأخيرة لإيجاد مخرج بالنسبة للجزائر. زيد على ذلك لاحظنا بأن هناك تنازل في هذا في ندوة الاجتماع الوطني الموسع. هو كان منتدى الحوار الوطني الذي عقد أمس. منتدى الحوار الذي عقد أمس. التنازل يعني من طرف السلطة، وهو غض النظر عن السيد بن صالح، قالوا يا معليش ما في مشكل، ممكن أن نتحاور على السيد مع السيد بن صالح لأنه حتمية، لكن اشترطوا ذهاب حكومة تصريف الأعمال التي يقوم بها السيد بدوي، لأن بدوي من شروط الاتفاق البارحة هو ذهاب حكومته، لأن الكل يعرف بأنه حكومة تزوير، وبالتالي يعني هناك تنازل من طرف المعارضة اليوم التي اجتمعت. يعني أن كل الأشخاص الذين رأيتهم شخصيات حقوقية من الحراك، من الإعلام، من الصحافة، وبالتالي هي فرصة أخيرة. لكن هل يستجاب لكل هذه المطالب والشروط التي وضعتها المعارضة؟ هي لم تضع فقط قضية حكومة بدوي، وإنما أيضا قضية السجناء ومسائل أخرى ضمن شروطها. هل سيستجاب؟ صحيح. الآن الكرة في يد من؟ ليس في يد في المعارضة أو الحراك، الكرة في يد السيد بن صالح، وطبعا المؤسسة العسكرية حتى نسمي الأسماء بمسمياتها. كل هذا التجمع وهذه المطالب موجهة إلى السيد قائد الأركان وهو السيد قايد صالح، وطبعا مستشاريه. لا ننسى بأن سيد قايد صالح لديه مستشارين عسكري، مستشارين في السياسة، مستشارين في الإعلام، مستشارين يعني في مسألة الحراك. طيب سيد شيشي، في حال توافق الطرفان، هل سيذهبان باتجاه يعني انتخابات رئاسية أم مجلس تأسيسي قبل هذه الانتخابات، خاصة أن هناك من يطالب بهذا المجلس في قوى المعارضة وفي صفوفها؟ لا يبدو أن المجلس الرئاسي، يبدو أنه هذا الملف طوية. لماذا؟ لأنه يدخل الجزائر في متاهات. الاتفاق سيكون على تعيين الرئيس والهيئة، الرئيس مؤقت طبعا، لتحضير الانتخابات الرئاسية. عذرا على المقاطعة السيد توفيق قويدر شيشي، أدركنا الوقت من باريس، شكرا جزيلا لك.